اكشفياز ستريس، وان شاء الله نجيبه. اعتمدت على الاستاذ شريفي والاستاذ حماش، قريتهم في المنزل، وقريت انا عنده دروس تدعيميه. يعني هما قالوا لنا ركزوا على وين تلقاي قضيه اجتماعيه تقدري تخدمي فيها، سواء في الشعر وسواء في المقال، وما تقدريش تخيري زعما الشعر والمقال، لازم حتى تقراي السوجي باش تقدري تخيري واش قدرتي تحلي انتيا. ان شاء الله طيح لنا المهجر. شويه ستريس خوف، ان شاء الله فيها خير. قريت في المنزل، يعني كنت نروح لدورات هكايا، مي الاعتماد الكبير كان في المنزل. الدور الاولي يدير عنده دور كبير في الحياه، في الحياه هو اللي كيشغل، اللي يشجعوك يوصلوك، تعبوا علينا وداروا وقع فايس علينا ياسر، وان شاء الله نفرحوهم مع الاخر. حضرت بليكور من الاول تاع سبتمبر، بدينا قرينا، وفي الاواخر هذوما درنا دورات عند دي بروف وملاحه نجيبوا فيها روحنا. محاضرين فوسنا معهم كامل، ان شاء الله يجينا ساهل باسكو تعبنا عليه صح، سيرتو لغه عربيه ماده اساسيه، احنا عندنا معامل خمسة، واكثر حاجه هي مركزين عليها في السمانه هي العربيه اكثر شيء. كما نعرفوا انه اليوم هو امتحان شهاده البكالوريا، اكيد هو القلق والستريس كما نعرفوا قبل ما نخوضوا في تجربه جديده. ان شاء الله يكون التوفيق والنجاح حليفنا هذا العام، فيها اكيد ترشيحات، واكيد احنا معلينا نقراو كل البرنامج. احنا تبعنا الشعر السياسي، القضيه الفلسطينيه، كما رانا نشوفوا واش راهو صاري مع اخواتنا في غزه، ان شاء الله ربي ينصرهم. اليوم عندنا لغة عربية هي المادة الثانوية بالنسبة لنا، وذلك لا يعني أننا لم نحضر لها جيدا، حضرنا نفسنا نفسيا وجسديا، قمنا بكل المستلزمات اللازمة وربي يوفقنا إن شاء الله. بس ذكر شوية قلق خلاص، عندنا اليوم كما شاهدت زميلتي اللغة العربية المادة الثانوية، بما أنه إحنا عشبة علم تجريبية، فهذا لا يعني أننا لم نحضر جيدا، فهي تعتبر كمادة مكملة. أنا بدأت المراجعة من بداية العام، وهذا الأسبوع خليته غير باش نطلع به المورال، ندير الحواج اللي يطلعوا المورال. ما يعني حاولت كل جهدي نبعد على الستريس. راني مريتها العربية والإسلامية، راني مركز عليهم، مريتها البارح، هي 15 يوم هذه الأخيرة ركزت كاع المراجعة في الدار. كنا نراجع ليل النهار، ومن منبر هذا أريد أن أشكر الأساتذة والطاقم التربوي، وأنا أشكر الوالدة الكريمة والوالد. لا شك في أن السنة كانت طويلة جدا وشاقة ذهنيا وبدنيا، إلا أننا ثابرنا واجتهدنا وراجعنا، وإن شاء الله لن يخيب أملنا.